السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اللي هي قناة سلمى حنين. إذن أخوتي أخواتي، اليوم راني راح ندير لكم إن شاء الله واحد الإعلان خيري. هذا الإعلان على إفطار إن شاء الله في مسجد تاع الروضة، لسنتر لورانسيان. كنت أنا ديجا درت لكم عليها فيديو، شرحت لكم واش هو المسجد هذا. المسجد هذا يقدم خدمات كبيرة للجالية، وهذا الإفطار هذا جستومون هذا الإفطار خيري لكي باش يجمعوا إن شاء الله بعض الأموال حتى يعني يكبروا المسجد ويكبروا لو سنتر باش يعطي إن شاء الله كثير للجالية تاعنا. دونك راح إن شاء الله نشرح لكم على الإفطار هذا بالعربية، ومن بعد إن شاء الله نزيد نشرح لكم أون فرونسي. دونك المركز لورانسي الاجتماعي اللي هو مسجد الروضة، اللي جاي في مسجد الروضة، يدعو للمشاركة بالإفطار رمضان الخيري إن شاء الله لـ 24 مي رمضان، اللي هو يوم الجمعة هذا إن شاء الله. راح يبدأ من 8 حتى 11 تاع الليل. دونك الإفطار الخيري هذا راح يتخلل فيه، وراح يكون فيه العشاء بيان سور اللي هو الإفطار، وراح تكون باقة من الأناشيد الإسلامية، وراح يكون فيها ضيف شرف إن شاء الله اللي هو مصطفى العزاوي. دونك وأكيد راح يكون الإمام المسجد تاع الروضة اللي هو الشيخ أحمد قنديل. دونك هنايا لي زانفورماسيون بوغ لي بيي، كما نقولوا لي بيي. دونك الثمن البطاقات إن شاء الله راح يكون 30 دولار للفرد الكبير، و 15 دولار للأولاد الأطفال من 5 حتى 12 بليتو، منوش 15، من 5 حتى 12 راح يكون 15 دولار. دونك راح تكون تاني للأطفال إن شاء الله حضانة مجانية للأطفال. التذاكر هذه متوفرة عبر الموقع المركز اللي هو www.cclmac.ca/iftar، وفي مسجد الروضة بعد صلاة العشاء. دونك هنايا اللي حبي يشري هاد لي بيي هادو يدخل الموقع تاعهم تاع لو سي سي ال ماك وسيا باغ افطار، ويقدر يشري اون لين يعني. دونك هنايا بالنسبه للصلاه راح تكون صلاه المغرب والتراويح في نفس القاعه. القاعه اللي راح ان شاء الله يعملوا فيها الافطار هي لو شاتو رويال، اللي جاي في لافال، جاي في 3500 بولفار سوفينير à Laval, où le code postal c'est le H7V1X2 Château Royal. Donc inchallah bi'idhnillah tkounou bkathra inchallah fi had l'iftar bach tdamou inchallah el mashrou' hada مشروع نتاع تاع التوسعه تاع المسجد، ولا لي زاكتيفيتي اللي راهم يديرهم المسجد. حقيقه يعني المسجد راهو هذا المركز يعني الاسلامي هذا والمركز الاجتماعي تقريبا راهو عمل يعني ما انا دهشني الخطره اللي فاتت، كنت حاسبه يعني يكون عنده غير دوله 3 اكتيفيتي، ولكن من حتى يعني عمر من الأعمار يعني سواء الكبار سواء النساء سواء الرجال الأطفال لي زادوليسون، عامل يعني مجهود كبير باش يرضي الجالية. وإن شاء الله احنا تاني نرضو ونكونوا بكثرة في هاد الإفطار هذا باش ندعموا إن شاء الله هاد يعني المركز، ندعموه إن شاء الله حتى وبقليل، وخاصة رمضان العطاء، رمضان يعني تاع الصدقة وتاع المعاونات والمساعدات، وخاصة إذا كان مسجد، وخاصة إذا كان مكان اللي احنا نستفعوا فيه كجالية يعني إسلامية هنا. دونك أنا راح نشرح لكم en français، je vais expliquer en français. دونك le centre laurentien de مسجد الروضة il prépare un dîner de charité. Le dîner c'est le 24 mai de Ramadan, le 19 Ramadan, le 24 mai, mais c'est le 19 de Ramadan, de 20h à 23h, c'est ce vendredi-là de cette semaine. Le dîner de charité, il va avoir le souper, qui est le dîner de Ramadan. Il va voir aussi le anachid islamique. Il va voir aussi, ils vont inviter Mustafa Azzawi. C'est un mouchid
islami, donc un mouchid. Donc il va être là pour faire des anachides, inshallah. Donc pour les prix de billets, pour l'adulte, ça va 30$ par adulte et 15$ par enfant de 5 à 12 ans. Donc pour les enfants, ça, il va avoir aussi une garderie gratuite, donc fournie par l'association de Laurentien. Et pour acheter les billets, bien sûr, vous allez au site de CCL MAC de centre. Il s'appelle plutôt le www.cclmac.ca/iftar. Je vais le mettre en bas sur la barre d'infos. Donc, pour la salade du Maghrib et salade Tarawih, ça va être dans la même salle de Château Royal. Le dîner va être dans le Château Royal à Laval. L'adresse, ça va être le 3500 Boulevard Souvenir à Laval. Le code postal, c'est le H7V1X2 Château Royal. Donc voilà, c'est ça pour le iftar de charité, inshallah. J'espère que vous êtes en quantité, beaucoup de monde pour aider le centre et pour qu'on va voir plus d'activités, plus de choses pour notre communauté, inshallah. Donc voilà, hadihia. أني شرحت لكم إن شاء الله. نتمنى يكون العديد من يعني العائلات اللي راح تحضر الإفطار هذا, وهذا الإفطار راح يجمعنا كعائلة أكيد. راح نبدلوا شوية الجو اللي دائما في البيت ودائما قاعدين يعني في البيوت تاعنا كلش. دونك راح إن شاء الله نحضروا في هذا الإفطار, ندعموا منها السنتر وممتان راح نتونسوا نحو على قلبنا شوية, نسمعوا أناشيد, نسمعوا أشياء يعني أكيد راح تكون فيه ديز أكتيفيتي. دونك فوالا سي تو بور سا. السلام عليكم.